السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في نبأ جديد. تعتمد الميليشيات الحوثية على فصيل نساء مسلح ومدرب في تنفيذ المهام ذات الطابع النسائي من مداهمات واعتقال للنساء وتنفيذ عمليات تجسس والاعتداء على الناشطات المعارضات لجماعات الحوثي، وهو ما يسمى بالزيمبيات. واستطاعت إيرمي نيوز أن تخترق أسوار التحصينات السرية لهذه القوة وتكشف لأول مرة عن بعض أسرار حول تلك القوة التي زادت حضورا في السنوات الثلاثة الأخيرة، وأصبحت قوة ضاربة تعتمد أساسا على النساء والفتيات المدربات في عدة مجالات، في مقدمتها التدريب العسكري والأمني. وتضم تلك القوة حاليا 4 مجموعات رئيسية بالإضافة إلى بعض الأقسام التخصصية التي تشرف عليها بعض زوجات وشقيقات قيادات حوثية في الصف الأول لجماعة الحوثي. بالنسبة للفصيل العسكري، يتجاوز عدد هذه القوة 3000 فتاة تلقين تدريبا عاليا في استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقيادة السيارات والمركبات العسكرية. وبحسب معلومات حصلت عليها إيرمي نيوز، فإن 3 من قيادات هذا الفصيل تلقين تدريبا في إيران على يد قيادة نسائية عسكرية من الحرس الثوري الإيراني، إحداهن تدعى إلهام الوزير وهي حاليا زوجة لقائد حوثي من الصف الأول. ووكلت لهؤلاء الناس بعد عودتهن إلى اليمن تشكيل هذه القوة مع أخريات وتكوين مجموعات تدريبية في عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في مقدمتها العاصمة صنعاء. وخلال العام الماضي تم تدريب المئات تحت عباءة الهيئة النسائية، وهو فصيل مدني داخل جماعة الحوثي يهتم بالشؤون النسائية. وتم تدريب الفتيات على أساس استخدام الأسلحة وقيادة المركبات، وخضعت العضوات في هذا الفصيل لتدريبات عسكرية مكثفة من قبل خبراء عسكريين حوثيين ولبنانيين في مواقع تدريبية سرية. وتسند لهذا الفصيل مهام تقوية الحضور العسكري والأمني المسلح للنساء. ووفق مصدر رفض الكشف عن اسمه، فإن القوة العسكرية النسائية الحوثية تواصل التجيش والتدريب والتسليح والاستقطاب، ولم توكل إليها مهمة عسكرية مباشرة حتى الآن. الجيش الإلكتروني لا تقتصر مهام الفصيل الزيمبيات على المهام العسكرية والتدريب، بل توكل إليه مهام لا تكلف النساء المشاركات في العروض العسكرية والتحشيد بقدر ما تكون مهام من تقتصر على الجوال والحاسوب. فقد استحدث قسم خاص وفر مئات فرص الأعمال التي مولتها جماعة الحوثي لتشكيل جيش إلكتروني نسائي توكل إليه مهمة تشتيت الرأي العام وتحسين صورة جماعة الحوثي والانتشار في وسائل الإعلام المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي. تخدم الميليشيات الحوثية فرقة مداهمات لمساعدتها في مداهمة المنازل المأهولة بالنساء وتنفيذ الاعتداء على الساكنات واعتقالهن، كما تستخدم هذه المجموعات في تنفيذ الاعتداءات على النساء المعارضات لجماعة الحوثي التي كان آخرها الاعتداء على بعض المؤيدات للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الشهر الماضي في صنعاء. واستحدثت الميليشيات الحوثية هذه القوة عقب سيطرتها على صنعاء عام 2014 بعد تلقيها انتقادات من بعض مناصرها جراء سلسلة الاعتداءات على نساء واعتقالهن من قبل مسلحين حوثيين. وتحت مسمى الوقائيات انشأت قوة نسائية حوثية تعمل في إطار الاستخبارات الحوثية التي يقودها القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، وتهدف إلى التجسس على بعض المعارضين ومنازلهم وجمع المعلومات ورصد التحركات. وتعمل هذه المجامع وفق استراتيجية أي تحرك قد يكون خطرا، بمعنى أن أي شيء مريب يتم التحقيق منه فقد يكون خطرا على الجماعة وكيانها. ولهذه المجامع الكثير من الأعمال والعمليات، منها المساعدة في اعتقال الآلاف من المعارضين والسياسيين والنشطاء والصحفيين والتجار والمواطنين.